يا حق يا حق. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سلطاني. ماذا تفعل أيها الدرويش؟ أقطع الحطب يا سلطاني. قل لي ما هذا يا سلطاني؟ هذا أفضل خادم في الدنيا، أينما أرسلته لا يعود فارغاً. ما اسمه إذن؟ الرنان. لو كان صحيحاً لخلق كل الوجود من ذهب الرنان. أقصد القيمة يا سيدي لا تكون بالذهب، ما فائدة مال الدنيا يا سلطان؟ الحجر جميل لأنه حجر، والشجرة لأنها شجرة. لا تكن أعوجا، كن مستقيما، لا تكن غضوبا، كن حليما، وكن شجاعا، وكن رحيما. ما تعطيه يمينك أخفي عن شمالك، فبهذا تكمل خصالك. وإذا حدثت فكن صادقا، وكن بالوصول لائقا. دع عن القلب سوادك، واتبع ما يسر فؤادك. روحك عرش وأنت ملك، فما تملك ليس لك. كن على الدنيا صبورا، فهي متاع الغرور. وإن كنت بالوصول ترغب فإلى المعشوق تقرب.